عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. رواه البخاري ومسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، تعني في الليل، يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع 2 ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة. رواه البخاري. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.